الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من على موقع جريدة لو 360 دومي فينال ماروك فرانس رويال اير ماروك انيل ست فول كازابلانكا دوحة. نصف النهاية المغرب فرنسا رويال اير ماروك رويال اير ماروك، نتكلم هنا عن شركة طيران، انيل ست فول، إذن هي تلغي 7 رحلات. طبعا فول المقصود به طيران، إذن هي تلغي 7 طيرانات كما نقول. إذن المقصود هنا أنها تلغي 7 رحلات، كازابلانكا دوحة، كازابلانكا دوحة. طبعا فول ومنها الفير فولي، ومنها الفير فولي الذي يعني طارق، له معنى آخر اللي هو سرقة، لكن هنا نتكلم عن طارق. إذن فول المقصود به طيران، وممكن أنه يعني رحلة. إذن دومي فينال ماروك فرانس رويال اير ماروك انيل، طبعا هنا عندنا لو فيرب انيلي فعل الغى، انيل ست فول كازابلانكا دوحة. اذا نتكلم عن الغاء 7 رحلات، اذا نتكلم هنا عن الغاء 7 رحلات الرابطة بين الدار البيضاء والعاصمة القطرية الدوحة. اذا كما عندنا هنا سيغ لي 30 فول بريفي بار رويال اير ماروك اونتر كازابلانكا ودوحة، la compagnie a décidé d'en annuler 7 sur les 30 vols prévus par Royal Air Maroc. Comme on a dit هنا على 30 رحله prévue، comme on a dit منتظره او متوقعه. طبعا نتكلم هنا على verb prévoir، انك تترقب شيئا، انك تنتظر شيئا، انك تهيئ شيئا. اذا sur les 30 vols prévus، اذا على 30 رحله منتظرة كما نقول أو مرتقبة بار رويال اير ماروك من طرف شركة الطيران المغربية اونتر كازابلانكا ودوحة، بين الدار البيضاء والدوحة. لا كومباني، إذا نتكلم عن الشركة، لا كومباني المقصود بها الشركة، ديسيدي أن قررت. هنا عندنا لوغير ديسيدي كما تلاحظوا مسرب في لو باسي كومبوزي مع لوكسيليار افواغ. سوغ لي 30 فول المقصود هنا من بين 30 رحلة، إذا هي تقال هكذا، فوق 30 رحلة أو على 30 رحلة. سوغ لي 30 فول، إذا من بين 30 رحلة بخيفي المنتظرة باغ رويال اير ماروك من طرف شركة الطيران المغربية أونتخ كازابلانكا ودوحة، بين الدار البيضاء والدوحة. لا كومباني أ ديسيدي دون أنيلي 7، إذا الشركة أنها قررت. طبعا لو فيرب ديسيدي هذا فعل قرر، ومنه كما قلنا فيما سبق لا ديسيزيون القرار، دون أنيلي 7 لتلغي منها 7، منها هي هاد اون، المقصود هنا دانيولي 7 فول. اذا ا دي سي دي دانيولي 7 فول، حتى لا نعيد 7 فول كلمه فول، اذا طبعا نعوضها بهاد اون. لا كومباني ا دي سي دي دون انيولي 7، اذا الشركه ان قررت لتلغي منها 7، منها 30 رحله. اوبيري با قطر ايرويز، اوبيري ومنها كلمة لوبيراسيون يعني كلمة عملية. إذن اوبيري كما نقول عملت باغ قطار ايرويز، إذن المقصود بها إلغاء هاد 7 هو جاء تبعا لما قررته الشركة القطرية للطيران. إي دون لي بيي أون ديجا إيتي فوندي، والذي له كما نقول التذاكر أون ديجا إيتي فوندي، أنه من قبل بيعوا. إذا نتكلم عن 7 رحلات التي ستلغى، هي بسبب التذاكر التي بيعت، إذا هي تكافئ عدد التذاكر التي بيعت من قبل. إي دون لي بيي أون ديجا إيتي فوندي، والذي له كما نقول التذاكر أنها بيعت من قبل. إي دون لي بيي أون ديجا إيتي فوندي. غروس ديسيبسيون pour une grande partie des supporters des Lions qui comptaient se rendre à Doha ce mardi 14 décembre 2022 pour suivre la demi-finale Maroc-France. Grosse déception. طبعاً déception مقصود بها خيبة أو حزن. Grosse déception. كما نقول حزن كبير أو خيبة كبيرة. Pour une grande partie des supporters des Lions، لقطعة كبيرة كما نقول أو لجزء كبير دي سيبورتا، للمناصرين دي ليون، لمناصري الأسود كي كونتي
سوغوندغ الدوحة، الذين كانوا يحسبون بأنهم سيكونون في الدوحة. سوميغ كرودي 14 ديسمبر 2022، هذا الأربعاء 14 دو جانبير 2022، بور سويفغ لا دومي فينال ماروك فرانس، طبعا لمتابعة نصف نهاية مغرب فرنسا، لمتابعة نصف النهاية بين المغرب وفرنسا. باسي 3 ce matin, Royal Air Maroc a diffusé un communiqué informant qu'elle avait annulé 7 des 30 vols auparavant annoncés. Passé 3 ce matin, يعني أن مضت 3 ساعات هذا الصباح, Royal Air Maroc a diffusé. إذن شركة الطيران المغربية أنها نشرت أو بثت, نتكلم على الفيرب ديفيزي فعل بتة, مثلا نتكلم على البث الإذاعي, إذن أديفيزي ومنها كلمة لا ديفيزيون يعني البث, إذن بث البرامج مثلا, إذن نتكلم عن لا ديفيزيون دي بروغرام باغ إكزومبل. إذن رويال إير ماروك أديفيزي, إذن الشركة المغربية للطيران أنها بثت أن كومونيكي, طبعا أن كومونيكي المقصود به بلاغ أو إعلان. باسي 3 سو ماتان, Royal Air Maroc a diffusé un communiqué informant qu'elle avait annulé 7 des 30 vols auparavant annoncés. إذن طبعا بعدما مضت 3 ساعات هذا الصباح, إذن الشركة المغربية للطيران أنها بثت بلاغا informant. Informant كما نقول مخبرا, طبعا نتكلم أحيانا عن information الأخبار أو الإعلام. Qu'elle avait annulé, إذن هي أخبرت أو أعلنت qu'elle avait annulé بأنها ألغت 7 دي 30 فول, ألغت 7 من 30 رحلة auparavant annoncé, من قبل أعلنت, من قبل أعلنت. إذا نتكلم هنا على لو فيرب أنونسي, نتكلم هنا على لو فيرب أنونسي يعني فعل أعلن أيضا, ومن كلمة لانونس الإعلان أو لي زانونس الإعلانات. إذا auparavant annoncé التي أعلنت من قبل. ثم suite aux dernières restrictions imposées par les autorités qataries, إذن تبع عند لآخر restrictions كما نقول الضوابط أو الإجراءات. suite aux dernières restrictions كما نقول تبع لآخر الإجراءات imposées par les autorités qataries, المفروضة من طرف السلطة القطرية, Royal Air Maroc إذن الشركة المغربية طبعا, a le regret d'informer les clients de l'annulation de leur vol opéré par Qatar Airways. إذن طبعا تبعا لهذه القرارات التي أخذتها السلطات القطرية, Royal Air Maroc إذن الشركة المغربية للطيران, a le regret كما نقول عندها الأسف, المقصود أنها تتأسف, a le regret عندها الأسف, ومن لو فيرب regretter ومنها لو فيرب regretter فعل تأسف. هنا عندنا لو روغري الأسف, ألو روغري عند الأسف, دانفورمي لي كليون بأن تخبر الزبناء دو لانيلاسيون دو لوغ فول أوبيري باغ قطار إيرويز, بأن تخبر لي كليون, تخبر الزبناء دو لانيلاسيون دو لوغ فول, بإلغاء رحلاتهم, بإلغاء رحلاتهم أوبيري باغ قطار إيرويز, طبعا المعمولة كما نقول من طرف شركة الطيران القطرية, المقصود التي تمت من طرف الشركة القطرية. أإكسبليكي غام, أنها شرحت غام, طبعا أنها شرحت هذا الكلام الذي ذكرناه. سون دير بلوس, بدون أن تقول عنه أكثر, سور لا ناتور, فيما يخص طبيعة, كما نقول هنا على طبيعة, المقصود حول طبيعة دو سي ريستريكسيون يعني فيما يخص هاد الإجراءات. طبعا نتكلم هنا عن إلغاء هاد الرحلات, هو جاء على إطار الإجراءات التي ذكرنا والتي اتخذتها السلطات القطرية. إذا طبعا هنا الشركة الطيران المغربية أنها لم تقل أكثر حول هاد الإجراءات, لم تقل لنا ما هي هاد الإجراءات التي اتخذتها السلطات القطرية مثلا والتي أدت إلى إلغاء الرحلات. Les vols annulés sont les suivants. Les vols annulés sont les suivants. طبعا الرحلات الملغية هي كالتالي. طبعا كما تلاحظوا عندنا
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. إذن عندنا مجموعة من الرحلات، عندنا مثلا الرحلة الأولى الطينف 1703 إلى غير ذلك. À cet effet, Royal Air Maroc procédera au remboursement dans les plus brefs délais des billets d'avion des passagers impactés par ces annulations. La compagnie nationale invite les clients concernés à ne pas se présenter à l'aéroport. Poursuit Ram. À cet effet, لهذا التأثير أو على هذا التأثير كما نقول نتيجة لذلك. À cet effet, لهذا التأثير. إذن نتيجة لذلك رويال إير ماروك، القرارات التي اتخذتها السلطات القطرية كما نقول أدت إلى تأثيرات. إذن التأثيرات تسببت في هذا الإلغاء أساتيفي. إذن لهذا التأثير المقصود نتيجة لذلك، على إثر هذه النتيجة رويال إير ماروك بروسيدغا، شركة الطيران المغربية بروسيدغا كما نقول بأنها ستبدأ رومبورسومون. رومبورسومون طبعا المقصود انك تخرج اموالا، رومبورسومون انك تسدد، انك تسدد دينا الى غير ذلك. اساتيف رويال اير ماروك بروسيدرا رومبورسومون دون لي بلو بريف ديلي. اذا الشركه المغربيه بروسيدرا كما نقول انها ستبدا رومبورسومون في تسديد دون لي بلو بريف ديلي في اقرب مده. لو ديلي المقصود بها المده من الوقت. اذا عندنا هنا دون لي بلو بغيف دالي، طبعا بغيف كما نقول قصير، نقول عن شيء بأنه بغيف يعني أنه قصير. دون لي بلي بغيف دالي يعني في أكثر قصر المدة، في أكثر المدد قصرا كما نقول، المقصود في أقصر المدد، في أقصر وقت. دون لي بلي بغيف دالي، إذا طبعا ستسدد ماذا؟ دي بيي دافيون دي باساجي امباكتي باغ سي زانولاسيون. إذا طبعا ستسدد مبالغ التذاكر دي بي، التذاكر دافيون دي بي دافيون، تذاكر طائرات دي باساجي امباكتي. دي باساجي كما نقول الاشخاص الذين يقومون بالرحله، اشخاص الذين يقومون بالرحله امباكتي باغ سي زانولاسيون، امباكتي باغ سي زانولاسيون، المصابون بهاد الالغاء. اشخاص الذين سيكونون ضمن هذه الرحلات الملغيه ستسدد تذاكرهم. La compagnie nationale invite les clients concernés. شركة الوطنية invite. طبعا لو فيرب invite يعني فعل استضافة، ولكن ممكن أنه يعني طلبة. عندما تستضيف شخصا فأنت تطلب منه ليأتي عندك مثلا بغرض استضافته. إذن هنا La compagnie nationale invite les clients. إذن الشركة الوطنية تطلب من الزبناء كونسيرني المعنيون بالامر ان با سو بريزونتي ا لايروبور، بألا يحضروا الى المطار حتى لا يتكلفوا هاد الاتعاب. بورسوي غام، الشركه الوطنيه تستأنف فتضيف هذا الكلام. بورسوي غام، عندنا لو فيغ بورسويف، عندنا لو فيغ بورسويف يعني فعل تابع. اذا بورسوي غام تتابع الشركه الوطنيه للطيران. ايضا من على موقع ويست فرانس كما تلاحظوا عندنا هاد المقال ديريكت فرانس ماروك سويبي لا دومي فينال، سويبي لا دومي فينال دو لا كوب دي موند اي لافون ماتش اون لايف. فرانس ماروك بين فرنسا والمغرب، سويبي لا دومي فينال، تابعوا نصف النهائي دو لا كوب دي موند من كأس العالم اي لافون ماتش اون لايف، ثم ما قبل اللقاء على المباشر، يعني ستتابعون استعدادات لهذا اللقاء. المقصود هنا نتكلم عن ما قبل اللقاء. سي لو غون جور بور لا فرانس اي لو ماروك، انه اليوم الكبير لفرنسا والمغرب. لي دو ناسيون سافرونت اون دومي فينال، البلدان سافرونت طبعا انهما يتجابهان كما نقول اون دومي فينال في نصف النهاية دو لا كوب دي موند من كأس العالم. سو ميركخودي 14 ديسمبر 2022، سو ميركخودي 14 ديسمبر 2022، هاد الأربعاء 14 ديسمبر 14 دجنبر 2022 أبارتيغ دو 20 أبارتيغ دو 20، يعني انطلاقا من الساعة 8. شامبيون دي موند أون تيتخ، إذا نتكلم عن بطل العالم كما نقول في العنوان، المقصود هنا بأنه ملقب كبطل للعالم. لي بلو فون فيغ فاس أ أون إيكيب ماروكان سيربخونونت. لي بلو، إذا الزرق، فون فيغ فاس
إذا سيجابهون، كما نقول هنا بأنهم سيفعلون مجابة، المقصود بأنهم سيجابهون، سيتنافسون مع إن إيكيب ماروكان، لفريق مغربي سيربرونونت. سيربرونونت طبعا نقول عن شيء بأنه سيربرونون يعني أنه باهر أو مدهش، باهر أو مدهش. شامبيون دي موند أون تيتر، بطل العالم من حيث اللقب، لي بلو فون فير فاس أون إيكيب ماروكان سيربرونونت. طبعا أبطال العالم اللي هما الزرق فون فير فاس، يعني أنهم سيجابهون أون إيكيب، سيجابهون فريقا ماروكان مغربيا سيربرونونت مدهشا. ليكيب نتكلم عن فريق طبعا أو مجموعة، كلمة مؤنثة هنا كما تلاحظوا، إذا سنقول سيربرونونت، سنقول سيربرونونت. سيربرونون مدهش، مدهش أو باهر. إي كي رياليزي أن باركور هيستوريك جيسكيسي، والتي حققت أن باركور هيستوريك، كما نقول مسارا تاريخيا جيسكيسي إلى حدود الآن، نتمنى أن يستمر هذا النجاح. ميفيونس دونك بور ليكيب دو ديدي ديشام، كما نتكلم عن تخوف لفريق مدرب الزرق. Une journée et un match à suivre en direct. Une journée et un match à suivre en direct. إذا نتكلم عن يوم ونتكلم عن لقاء، à suivre للمتابعة، en direct على المباشر. إذا نكتفي بهذا القدر، ونتمنى فوزا ساحقا للمنتخب المغربي على نظيره الفرنسي، وسيكون لذلك طبعا ما بعده. إذا حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.